هاي أنا روان. أنا سارة. أنا وسارة صلنا صحبة يمكن 10 سنين أو أكتر يمكن. يمكن أكتر من أيام المدرسة. واليوم حنعمل تحدي الموضة مع centrepointstores.com لأنه نحن BFF. سو بدي أختار لسارة الأوتفيت تبع العيد تبعه. فرح حاول شوي طلعها من الكومفورت زون تبعها. سو خلينا نشوف شو عندهم مع بعض. عم فكر لازم تلبس فستان. سو رح نجيب لها فستان لونه بينك. هيدا اكيد بده شيء ذهبي. سو رح نعمل شوز ذهبي وجزدان ذهبي كمان. صراحه في كتير اختيارات وكتير احترت. اوكي اي ثينك لقيته. ناو بدنا باج. صح نسيت سارة كتير بتحب الحلق. سو خليني لقي لها شيء. اوكي لقيت حلق ذهبي كمان. اي ثينك كتير رح يلبقوا مع بعض. time to check out. اوكي and we're done. لقينا الاوتفيت تبع سارة. هاي it's سارة. اليوم رح ادور على الفستان اللي حتلبسه روان على العيد. I think the perfect app I'm gonna use is Centrepoint app عشان بس تعرفوا شخصية روان أكتر. روان هي الفاشينيستا تبعت الجروب فرح دور على شيء بيلبق لشخصيتها. بروح على الدريسز أول شيء. خلينا نشوف شو عندهم. أوكي طبعا بدي دور على شيء ملون أهم شيء. هختار السايز تبعها. أوكي got it. الشوز I think حجيب لشي فضي عشان بيلبق على الفستان اللي اخترته لإله. فيه كتير فضي سهل. بروح بدور على السايز. I think آخر شيء أجيب له الباج. I think لقيت واحدة بتلبق على الكعب. perfect. okay done. bye. okay done. I can't wait to show her. لحظة اللي كنا عم نستناها إجت. كتير متحمسة أورجي روان اللي لقيت لها إياه الفستان اللي حتلبسها على العيد. فخلينا نشوف الرياكشن. يلا يا هاي. اوه واو الواني. او ماي جاد واو يو نو مي سو ويل. او ماي جاد الفستان بيجي مع شوت. سارة يور اميزنج عن جد. او ماي جاد ذا شوز. انا يعني هذا الكعب اللي دائما دائما بحب البسه. اميزنج. اوكي او ماي جاد سارة ثانك يو سو ماتش. نو واي نو واي. على فكرة هذا كنت عم بدور شفته لما عم تمزحي. I know you. Amazing. I love this color. لوان كتير حلوين الكعب. You like them? كتير حلوين. بتعرف قد ايه بحب الهير. I know. خلص تاني مرة حتعملي لك. خلص أنا بعمل لك وأنت بتعملي لي. What is it? Perfect. Perfect. هلا كنا حنحجز العيد. Oh my god اجت بوقتها. Let's see. خلص done. حنستخدم. It's our clear trip. Yeah. I'm so excited. Let's go try. قولوا لنا اي لوك حبيته اكثر بالكومنت ونتمنى تكون عجبتكم اللوك اللي اخترناها لبعض. Thank you Centrepoint.